مشاهدي ساحل تي في مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. نحن هنا في مدينة المونستير لمتابعة مسيرة بطلة العالم في الملاكمة الفرنسية احلام غريسيت. هذه البطلة التي تحدت الصعاب وحققت نجاحات سجلت لها وللمرأة التونسية. تابعونا في هذا التقرير. ضيفتنا اليوم على قناة ساحل تي في البطلة أحلام غريسيت، سعداء جدا باستقبالك وبالحديث معك. بالطبيعة أول سؤال، شكوني أحلام غريسيت للناس اللي ما نالهم الشرف أنهم يعرفوا البطلة هذه؟ والله في الحقيقة أحلام غريسيت هي إنسانة عادية في الحياة العادية، معناها نخدم، عندي زوج صغار، ماري، حياة عادية جدا. لكن ثم الأوقات اللي متاع الانترينمون وقتها أحلام تتبدل، معناها تولي أحلام متاع انترينمون، أحلام متاع أوبجيكتيف. عندي أوبجيكتيف نوصله اللي هو هزان راية تونس، أنه تشريف تونس كامرأة تونسية وكأتلات. أهم يعني المناسبات اللي كنت حاضرة فيهم بقوة سواء وطنيين وإلا عالمين، مش بالدقة اللي حكينا عليها قبل الانترفيو، على الأقل أهم الأحداث وإلا أهم المناسبات اللي كنت حاضرة فيها والناس أشادت برشا بالطفلة ذي وقالوا باش تولي مستقبل بطلة كبيرة. والله بدايتي كانت عادية جدا، كانت من بطولة تونس. كنت شاركت في بطولة تونس قداش من مرة في الكونغ فو، هزيتها قداش من عام في الكيك بوكسينج زادة باغي، شاركت في الفول كونتاكت لو كيك، هذوما دي ديسيبلين موجودين في الفيدراسيون تاع الكيك بوكسينغ. شاركت بوكس انجليز، اذا كنت اول طفله في الساحل تعمل بوكس انجليز ديجا، وهزيت فيها زاد برشا مرات بطوله تونس. والانطلاقه كانت ما غاديك من بطوله تونس، خذوني منتخب وطني في البوكس انجليز، منتخب وطني في الكيك زاد، ومنتخب وطني في الكونغ فو. برشا عبيد قالوا كيفاش نجمت توفق بيناتهم الكل. بالنسبه لي اني كل كي نتحط في سيتوياسيون، سي سيتوياسيون هذيك ما نخلطش، كيف اسامه مالولي تحطو يخدم بابيون من بعد باش يخدم براس ولا باش يخدم كاتناج، ما يخلطش ما بيناتهم، هذيك حاجه والاخرى في بلاصتها. فوالا، بعد كده دخلت بشويه بشويه في بطولات افريقيا وبطولات العرب، وتعديت لبطوله العالم، هزيت مرتين بطوله العالم في الملاكمه الفرنسيه 2007 و2011 منتخبات بيان سور، وهزيت في شامبيون دو موند في الكونغ فو 2009. شنو اخر زاد في الملاكمه الانجليزيه؟ الحقيقه ما كانش عندي حظ كبير، خاطر ماك تعرف ساعات فما حاجات موجودين رجلين في اوسان دو لا فيدراسيون، دوكو حبيت نمشي لي جو اولمبيك مي ما كانش عندي الحظ فيها. سينو بعد كي عملت زاد غالي انترناسيونال، غالي عليسا، غالي انترناسيونال تاع كراهب، غالي فيمينان، هزيت فيه 3 بلاس. زاد نعمل شويه تير سبورتيف مع بالمكحله نتاع الصيد، بويسك الوالد صياد محمود غريسان نحييه بالمناسبه. فوالا ان بو، هذه هي الحكايه بالمختصر. هذا بالنسبه لل يعني كيما نقولوا كوكتيل من نجاحات بين مختلف الاختصاصات. سينو اهم حاجه بالنسبه لنا النادي اللي انشات فيه واللي تكونت فيه والعباد اللي مدوا لك يدهم وقت اللي انت ما زلت يعني بيبي صغير في الـ في الـ في, الـ في الرياضه هذه، ذكرنا بهم وخلي الناس يعرفوهم، لانه في النهايه هذوما كان عندهم الـ يعني الفضل الكبير انك توصل للمستوى اللي انت فيه اليوم. اول فضل ساعة يعود للوالد اللي هو عاوني برشا ودزني برشا، وحتى لو كانت ساعات ثم مشاكل نتاع فلوس يلزمك ديبلاسمون ويلزمك كل شيء، بويسك الفيدراسيون قبل ما كانوش عندهم دي بيدجي كبار، كان هو يعاوني ويمولي.
وأول كلوب ترينيت فيه هو كان حمام سوسة، نادي في حمام سوسة اللي المشرف عليه السيد نجيب سليمان، والمدام تاعو زادة مدام سليمان اللي هي كانت أستاذتي، وهي اكتشفتني وهي جابتني للكلوب هذاك. من بعد الكونغ فو سي علالة سيلي ترينيت في دار شباب سهلول. سي علالة سيلي نحييه بالمناسبة زادة، وهو التوى هو زادة يكدري فيها والتوى يتبع فيها ويعاون فيها ويشجع فيها على الاخر. سينو برشا من بعد سي أحمد العامري الزي هو أول انترينور رينا بنات في الساحل، اللي هو قبلني أني خاطر مشيت دي كلوب في الساحل، وحتى حد ما قبل لي كان ولاد، وكي ندخل يقول لي لا، يرفض جملة يقول لي لا ما نرينيوش بنات ومدخلوش بنات مع الولاد، يحطوني مع الصغار بالكل. لوغ كو أني وقتها يلزمني، بديت في الديبيو متاعي بديت نطلع، فهمت؟ أحمد العامري الزي تلهى بيا في البوكس أنجليز، وكانت انطلاقتي في البوكس أنجليز من بعده هو. وسينون بعد مسيرة طويلة وبرشا دي كلوب بدلت، خاطر حاولت لتونس نقرا، قريت إينابس متخرجة يعني توا أستاذة متاع رياضة، نقري في ليسي تكنيك سوسة. فوالا قلت لك برشا دي كلوب، ترينيت في كلوب سوسيان في البوكس أنجليز، ترينيت في ترجي زادة، ومن بعد كي رجعت لهنا ترينيت في الجمعية العسكرية سوسة متاع البوكس أنجليز، وترينيت زادة في مساكن نحيي سي حبيب بوهلال والمنصف، سي المنصف زادة هما كانوا معايا وعاونوني برشا. سينو ليست طويلة، ونعتذر أني كان ثم عباد ما ذكرتش أساميهم، أما والله برشا عباد عاونوني ونشكرهم برشا. أكبر المشاكل اللي لقيتهم في مسيرتك الرياضية؟ كما قلت المشاكل، ثم برشا مشاكل مادية صارت من الأول، كيف تمويل الجامعات للاتليت والمنتخبات وكل شيء، وزيد بعد السي في نتاعي هذاك الكل صار لي ان اكسيدون اللي هي روبتور توتال تاع توندون داشيل، وترصت لي في عملية، ومن العملية هذيك رتحت 4 سنين خاطر جاي دو بيبي، من بعد خاطر يلزمني نرتاح باش ساقي ترجع على قاعدة. ومن بعد المسيو مهدي السرخي هو زاد عاوني برشا باش نرجع، خاطرني كان الغوتور صعيب، زدت برشا في الميزان، ديزاني زايده شويه توا مش كيما قبل، زدت قربت 20 كيلو، اعرف انت واحد ساق وما يتحركش بها كل من نيفو او نيفو ديريكت، لازمك كوشي ولي وما تتحركش وكل شيء. دوكو الغوتور كان صعيب، شجعني برشا مهدي والعائلة زادة أحطتني برشا، وباش نجمت نرجع بشوية بشوية. شاركت في بطولة العالم الملاكمة الفرنسية أسو، بوكس فرانسيز أسو، وهزيت فيها 3 بلاس. مهدي السرخي مدرب البطلة العالمية أحلام جريسيت، يعني هو الطريف الحكاية أنه أنت زوج أحلام ومدربها، كيفاش نجم تجمع بين زوز مهام كيف هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالعكس هما نشوف يعني هي مهمة واحدة، يعني هي نحاول ندزها للنجاح، دونك نجاح كربة أسرة والنجاح في مهمتها، معناتها السكي بروفيسيونيل، معناتها لونترينمون تاعها، لي كومبيتيسيون تاعها، وكيفاش تخدم زاد كيف كيف. وسؤال آخر مهدي، زوج تونسي شرقي يقبل أنه زوجته تلعب مثل الرياضات هذه، تشوفها حاجة متداولة برشا؟ وإلا حاجة مازلت في بدايتها وانتوما قاعدين تدزوا باش الحاجة هذه تترسخ في العقل متاع التوانسة وتكون رايجة أكثر وأكثر؟ بيه أنا يعني ما نشوفش أنها متداولة مش متداولة، شوف أنه الزوج كيفاش باش يخمم، معناها اسكي لا كونفيونس في مرته ولا سان بوان، غادي يوفى كل شيء، ما تعرف هي ماشية باش تمشي تعمل كومبيتيسيون باش تحقق نجاح، دونك نجاح كذاك بالعكس للعائلة كل، دونك واش دزها باش تعمل نجاح هذاك. احلام اليوم وين تنشط وشكون الناس اللي مدوا لك يد المساعده؟ والله توا في ننشط في نادي الفنون الدفاعيه منزل نور، اللي هي الحقيقه زاد استقبلتني وعاونتني ماديا انديريكتومون، اني وليت راني غاديك فرع نسائي فيتنس، راني زومبا زاد غاديك. وزاد نحب نحيي سامي الدخلي، هو زميلنا وصديقنا قبل كان معانا، وهو حل الكلوب هذايا توا كلوب دو سبور في اوتيل بلو جيم، دونك نحييه برشا على خاطر هو زاد سمح لي اني نجي نترينا لهنايا غراتويتمون بوندون توت اني.